بتخش لجوه كانك دخلتي في جزيره هند كده مدوره وبتلفي فيها، وانت بتلفي عماله تخربشي كده تخربشي وتطلعي جوز هند وتاكليه. الطعم غني جدا 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 فيها. جاي اصور لكم وصفه طلعت معايا وصفتين برزقكم، سويس رول بحشوه جوز الهند وكرات جوز الهند. الوصفه دي من غير بيض، من غير دقيق، من غير فرن، ومن غير زيت. واهم ما فيها ان عشاق جوز الهند هيتمزجوا منها، حاجه كده ايه تدخل في قلبهم. ها بصوا والله احنا من الشكلمة. تعالوا نشوف عملتها ازاي. خلونا الاول نبتدي بالحشوة اللي جوه عشان خاطر تبقى تبرد ونقدر نشتغل بيها. هنجيب على النار كوباية حليب وعليها نص كوباية سمين. المقادير بالظبط هكتبها لكم في صندوق الوصف، ومعلقة ونص سكر بودرة، ونفضل نقلب لحد ما يمسكوا بعض. لو ما مسكوش بعض ممكن تزودوا معلقه سميد لحد ما ايه توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده تقفل النار ونحط معلقتين زبده ونقلبها نقلبها نقلبها لحد ما تسيح الزبده تماما وتختفي معانا. وبعد كده ننزل عليها بكوبايتين جوز هند. الوصفه ديت غرقانه بجوز الهند وبتديها طعم رائع جدا. ونفضل نقلب نقلب نقلب. الريحه ما اقولكوش رهيبه، لازم يعبوها في ازايز. هنسيب الخليط على جنب يبرد، وبعد كده نروح للخطوه الثانيه. هنجيب اي بسكوت بتاع شاي. عارفين البسكوتات اللي بتبقى في كل المحلات ديت اللي ملهاش طعم، وفي الاخر احنا نجيبها نسقسها في كوبايه لبن عشان خاطر نحس ان فيها طعم ونقول الله ايام الطفوله والكلام ده. هاتي البسكوت ده وانا هكتب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف بالظبط، وتضربيه في محضره الطعام في الكبه. بس عايزك تطحنيه جامد جدا جدا جدا، يعني عشان خاطر كل ما كان بودره اكتر كل ما كان كون معاكي عجينه اسهل وما بانش بعد كده في العجينه. وبعد كده نحطه بقى في بول اهو، ونحط عليه معلقتين سكر ومعلقتين ونص كاكاو، ونقلبهم في بعض كده لحد ما يتجانسوا، وبعدين ننزل عليهم بكوبايه حليب. بلاش نحط الكوبايه مره واحده عشان خاطر ما نعرفش هي كتير ولا قليل، فالافضل نحط 3/4 كوبايه ونعجن كده او نقلب شويه بالسباتولا لحد ما تحسي خلاص الدنيا وقفت. تبتدي بقى تشيل السباتولا وتعجني بايدك زي الست الشاطره، وتفضلي تعجني لحد ما توصلي العجين متماسك. انا قمت مزوده بقيت كوبايه لبن بقى وقلت خلاص هي ايه هي كده هتظبط، بس انا حسيت العجين مش هيبقى مظبوطه كده لان كل ما بلمها بتعملي شويه تشققات بسيطه. فقمت طحنه بسكوتين كمان، بسكوتين بالعدد، وقمت ضايفاها عليها وقلبتها، بقت ممتازه. بص تمسكوها كده اهو تعجنوها وتدوسوا عليها بايديكوا تطلع مظبوطه من غير اي تشرخات. تشرخات انشراخات انشراخات تشققات العربي. وبعد كده نجيب استرتش ونفرده ونحط عليه العجينه ونبتدي نرقه بالنشابه. طبعا انا لما حطيته على الرخامه يتزحلق مني، فحطيت قماشه بحيث ان هي تمسك الاسترتش وما يلفش معايا كتير، وابتدي افرده. مش مهم خالص الشكل النهائي او ان الاطراف مش مظبوطه او مش متلاصقه، كل ده مش هيبان ما تقلقوش. المهم بس ان انتوا تفردوها رقيق. ولو انتوا عايزين طعم الجوز الهند يبان اكتر، افردوا الرقه ديت بشكل رقيق جدا 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 عشان خاطر جوز الهند هو اللي يطغى، مش طعم البسكوت هو اللي يطغى. وبعد ما فردناها كده كويس في كل الاطراف، نبتدي كده من الطرف اللي هو العرضي نبتدي نلف بالراحه بالراحه. ممكن تحس ان هي بتشقق معاكي في الاول، مفيش مشكله خالص، وبمساعده الاسترتش تفضلي تلفيها كده وبعدين ترليها كده مره واحده، ومن الجوانب حاولي تقفليها زي ما انتم شايفين، تنزلي عليها واحده 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 تمام. وبعد كده تقومي رلاها كده رله جامده، اوب بتتقطع منه. لازم فزلكها، لازم فزلكها، مش مشكله. المهم يعني اقفلها من الجوانب ده ونغطيها من الجانب ده. المهم ان انت تغطيها كويس عشان بس ما تنشفش، ونحطها في الثلاجه على الاقل 3 ساعات عشان تقدر تمسك نفسها قبل ما نقدمها. وهنا اتبقى معايا شويه من حشوه جوز الهند، ارميهم وقلعينهم لحد ما ينشفوا وما لهوش للاستعمال. على طول فورا كده وانا واقفه جات لي الفكره، قمت مكوراهم وقلت احطهم في الثلاجه وقت التقديم. ممكن انا ادحرجهم في شويه كاكاو خام، او ان انا احط عليهم شويه شوكولاته سايحه ايهما متوفر عندي. وهي اصلا طعمها لوحده تحفه جدا، فمش محتاجه اصلا شوكولاته ولا كاكاو، ولكن بس عشان خاطر المنظر. وده الشكل النهائي بعد ما سبتها 3 ساعات في التلاجة. انا دلوقتي افك واعمل، بس انا هعمل حركة دلوقتي. ايه هي؟
ان انا هقسمها تقريبا نصين او تلت وتلتين. بسم الله، انا متشوقة اكتر منكم ان انا دايما اشوف اللي جوه. بسم الله، دي هقوم لفاها كده حتة البتاع اللي اتعملت، واقوم حطها فين؟ في الفريزر، عشان لما اكون مزنوقة عند ضيف كده وحد جالي فجأة اقدر ان انا اطلعها، واقل من ساعة هتكون فكت معايا واقطعها واقدمها. وتعالوا نشوف ديت. دي شوكولاته دارك 52% كاكاو، ممكن تستخدموا اللي هي افتح شويه عادي. وطبعا كل ما زاد نسبه الكاكاو كل ما نسبه السكر قلت، فنسبه المراره بتبقى اعلى شويه. فالناس اللي ما بتحبش الشوكولاته مش هتعجبها طبعا اللي هو دارك شوكليت. طبعا المفروض نحطها في كيس كده ونقدر نتحكم فيها، بس انا ما عنديش كيس اعمل بيه، فبرضو الجيش بيقول لك ايه اتصرف، فنحاول كده. الله عليا، انا رجعتهم صحيح مكانهم عشان خاطر اعمل الحركه دي بس يعني. وممكن تعملوها بشوكولاته بيضه عشان يبقى في باين فرق في اللون. وتعالوا اللي احنا كورناهم دول، انا بتاعتي بقى هحط عليها صوص شوكولاته تاني بقى. يا ريت كان عندي فراوله دلوقتي كده تحط هنا مع الطبق. اوف اوف، تنقله حته تانيه. الطبقه الاولى عشان بتكون طبقه البسكوت فيها تخينه، فطبعا البسكوت هو يبقى طاغي، تخش لجوه كانك دخلتي في جزيئه هند كده مدوره، وبتلفي فيها وانت بتلفي عماله تخربشي كده تخربشي، وتطلعي جوز هند وتاكليه. الطعم غني جدا 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 فيها، وفعلا عشاق جوز الهند هيتكيفوا منها. لو جوزك بيحب جوز الهند قومي فورا اعمليها له، بس رققي طبقه البسكوت على الاخر وعشان تكتر طبقه الجوز الهند. وبالمناسبه لو كان السميد بتاعكو فاتح شويه كانت جوز الهند، كان الخلطه اللي جوه دي هتبقى بيضه جدا وهتبقى باين فيها ان هي جوز هند. انما عشان استخدمت سميد هندي فحسيته مغمق معايا الوصفه، فالطبيعي ان هي بتبقى فاتحه. فعموما عموما الطعم باين. ومن الحاجات المهمه، انا الجوز الهند المستخدمه ده كنت جربته في قطر لما كنت في زياره اختي، ومن حلاوته ادتني برطمان وانا ماشيه، طازه وحلو وطعمه كده جميل. وانا في السويد ما كنتش بلاقي اللي هو ريحته كده زي بلادنا. فلو انت لقيت الجوز الهند الصح هتطلع باحلى وصفه. انا واثقه ان الوصفه عجبت ناس كتير، فاللي هيجربها على طول كده فورا يبعت لي الصور على الانستجرام وهشاركها معاكم. ويلا خلصت وصفتنا، سلام عليكم. عماله بتاخد جوز وجوز